لحضرتك نتكلم على الصورة دي بعدين طيب على طول. يبقى احنا لما نيجي ننوي افرغ نفسي الاول لقضاء ما علي. ليه؟ لاني انا عندما اسأل سأسأل عن الفرض. لو انا ما صمتش 6 من شوال انا لن مش احاسب، حاسية لن احاسب على هذا، انا بصومهم عشان زيادة مكانة، زيادة ثواب عند الله سبحانه وتعالى. يبقى انا لما انوي المرأة، هنفرض امرأة عليها 6 ايام 7 ايام 8 ايام تنوي القضاء، بتقول انا مش قادرة بقى اصوم يا شيخ 6 التانيين من شوال، كونها اوقعت القضاء في شوال ان شاء الله ستؤجر على صيام ايضا ايام من شوال. بس يا ترى الاجر هيكون زي الاولاني؟ مستحيل، ده مستحيل. ليه؟ الاجر سيكون ادون اقل، لان الاجتهاد للاكثر هيبقى عليه اكيد اجر. الاولانيه عملت ايه؟ الاولانيه قضت اللي عليها ودخلت في الستة من شوال. خلاص؟ طيب نيجي بقى للصورة اللي حضرتك بتسألي عنها. طب ناخد التليفون ونقولها. نعم. عشان في سؤال برضو تاني خاص بالصيام. مدام إيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضرتك بخير. يا جزا الأنياء، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك بألف خير يا رب. معلش أنا كان عندي سؤال، بس في سؤال تاني برضو صغير. اتفضلي. بالنسبة للست أيام، أنا كنت سمعت في أيام رمضان كان في شيخ بيتكلم على الست أيام، هو كان قال إن ممكن 6 أيام ممكن يتصاموا في خلال لآخر السنة الهجرية. يعني هم مفتوحين لآخر السنة الهجرية. يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة. الست أيام ولا القضاء الأيام اللي عليكي؟ لا، الست أيام اللي هم من شوال. تمام. ده سؤال. السؤال الثاني، معلش، هي ليلة القدر، يعني لو في الليلة ديت إن شاء الله ربنا يكتبها للجميع يا رب، لو في يعني بيقولوا لو مثلا ما تبقاش ليلة القدر، لو في مثلا كلاب بتهوهو أو قطط أو حاجات من ديت، هل ده مرتبط بدوت؟ مع إن الكلاب مذكورة في القرآن في سورة الكهف، وإن الحيوانات بتسبح ربنا، ففي ارتباط في ده بليلة القدر ولا ده ملوش علاقة؟ حاضر حاضر. عندك أي سؤال تاني؟ طيب ماشي. طيب الست أيام من شوال هم مرتبطين بالشهر ده بس فقط؟ من صام رمضان ممدودين. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. يبقى اذا المقصود انه هو في شوال. هنفرض مثلا انسان كان مسافر ورجع وعايز يلحق ايام من شوال، لحق مثلا لحق 3 ايام وكمل في اللي بعده، وعايز وهو متعود يصوم كمل في اللي بعديه. اما انا مقيم مفيش عندي اي مشكله، وبعدين اقول خليهم اخدهم في المحرم، خليهم اخدهم مثلا بقى في ذي الحجه في ذي القاعده. لا طبعا، من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصيام للقادر في ست من شوال او في شهر شوال ان شاء الله. ان شاء الله هنجاوب على سؤالها الثاني، بس ناخد مدام شهد. مدام شهد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا الظروف جاتلي في رمضان وفرقت حاجه لله، هل يجوز ولا لا؟ فرقت فلوس. تمام. هل هي فطرت في شهر رمضان لعذر؟ وبتقول ان هي فرقت فلوس فكده؟ لا يا حاجه شاهد، حضرتك كنت مريضه مرض عارض ولا لا؟ هي كان عندها العذر. العذر طيب ملوش علاقه بالفديه، ما تطلعش حاجه. لا خالص، هي تقضي. بس اذا كانت طلعت مأجورة، فليكي اجر وثواب. طبعا هنتكلم عليها. حاضر. طيب ليله القدر وعلامتها ايه؟ هي بتقول انه بيتقال انه لو سمعت في صوت للكلاب او كده يبقى كلام غير صحيح بالمره. قد تكون ليله القدر ولا ونسمع نباح كلاب. خلاص، فمش عايزين الناس الحقيقه برضو ناس نشرة صور، شفت كده صور الشمس في يوم الفلاني، الشمس في اليوم الفلاني، قارن بين احنا نجتهد في العشر يا جماعه. هذا وربنا سبحانه وتعالى وقت ما تكون هي ربنا يؤجرنا عليه. انا تخيلت نفسي لو انا مثلا يعني فتح الله عليا بالاجتهاد في العباده ليله 21 ليله 23، وبعدين انت حاولت تقنعني بالصور ديت ان هي كانت ليله 27 او ليله 29، طب ما انت هتدخل عليا حزن ليه؟ ما تسيبني يمكن ربنا يتقبلني في الليله دي. صحيح يا جماعه، كل واحد ممكن، مش بقول هي
كل واحد ليه ليلة قدر. ويحصل تكاسل لما انت يتقال لا ده كانت ليلة 21 فبقية الأيام مش هيبقى فيها اجتهاد. بالضبط. الغرض من ليلة القدر إن عبادة ربنا بيضاعف أجرها، دعاء ربنا بيقبله، فتح من الله وصلة في هذه الليلة. سيبني يمكن أنا في ليلة 21 ربنا قابلني، صحيح صحيح، في ليلة 23 ربنا قابلني، فما تحولش تدخل حزن وسيب الناس، اجتهد في العشر الأواخر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي ما قالناش اقعد راقب أبدا، كان يجتهد في العشر الأواخر وكان يوقظ أهله. فنسأل الله القبول لكل من قام هذه العشر، ونسأل الله أن يجعل لكل منا في هذه الليالي دعوة مجابة وعملا متقبلا. أمين. نعم. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل.